ومن هو الذي يستره الله يوم القيامة؟ من ستر عورة أخيه المسلم في الدنيا ستر الله عورته يوم القيامة. وما هي النار التي تسجد كل يوم لله؟ هي الشمس تجري لمستقر لها والمستقر تحت العرش. ثلاثة أشياء لا تعود أبدا، فما هي؟ الوقت والكلمة والفرص. وأين يكون جمال الرجل؟ نصف جمال الرجل في لسانه والنصف الآخر في عقله، أما وجه الرجل فمجرد غلاف. ومتى يكون الخشب أغلى من الذهب؟ عند الغرق. وكم بيننا وبين عرش الرحمن؟ دعوة صادقة من قلب صادق. ومن هو أشبه الرجال بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولكنه كان أصلع الرأس رضي الله عنه. وكم كان عمر علي رضي الله عنه عند وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ 33 عاما. عندما بايع علي بن أبي طالب النبي كم كان عمره؟ 12 عاما.